السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي أخواتي داخل وخارج الوطن. إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله، طلبا وليس أمرا. كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج، والناس جداد اللي مازال ما اشتركوش في القناة حاولوا أنكم تشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص قضية زهير الله يرحمه. إخواني أخواتي، في آخر الأخبار والمستجدات قضية زهير والتهديدات المتواصلة بحق الشهود كل من مريم وإيمان عمة زهير، فقد توصلنا بخبر مفاده أن النيابة العامة لدى المحكمة الاستئناف بأسف أنه تم إيقاف المشتبه به في تهديد مريم والعمة إيمان زهير، وهو من أصدقاء محسن ومن ذوي السوابق القضائية، وخاصة بعد تعرض سناك مريم للحريق. وهذا الشيء كامل شنا إخواني أخواتي عبر المواقع التواصل الاجتماعي، وأكدته مريم عبر تلك الشهادة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الحقد والكراهية والانتقام من مريم اللي كان لها الفضل، هذا الإنسان اللي كان لها الفضل واللي كانت يعني شجاعة واللي كانت يعني امرأة بألف رجل. هاد السيدة إخواني أخواتي اللي كان الفضل في إعطاء وتوضيح مجموعة من الأمور المتعلقة بهذه العصابة والمعاونين ديال المحسن، واللي تمكنت بفضلها يعني الفرقة الوطنية من القبض على الجميع، والبقية ما زالت في حالة صراح إخواني أخواتي. ما زال هناك مجموعة من الأصدقاء ديال هاد المحسن، رغم كيكون واحد العصابة كبيرة كبيرة جدا، كانوا كيكنوا واحد الحقد كبير لزهير الله يرحمه. وحتى محسن اللي فرق ديك الأدوار على الأصدقاء ديالو باش يصفيوها ليه، وجا ديك النهار، ديك النهار المشؤوم والطريقة اللي كما شفنا إخواني أخواتي والفيديو اللي تسرب يعني وعرف يعني شاهدوا يعني مجموعة من الدول يعني العالم كامل شاهدوا ديك المأساة والطريقة البشعة اللي مشى فيها هاد زهير الله يرحمه. فنحن كمغاربة إخواني كأخواتي كلنا زهير، ودم زهير لن يضيع كسرا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق وحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. لكن الإشارة فقط أن المغاربة المقيمين داخل الوطن لم يرتكبوا غلط في حق زهير، بل تضامنوا كرجل واحد وما زال متضامنين حتى يعدم هذا الوحش والأصدقاء دياله. صراحة هذا هو يعني طلب ديالنا احنا كمغاربة ومتتبعين ديال هذه القضية، لمازال إلى ما تم يعني تنصفات العائلة ديال زهير وتم الحكم بأقصى العقوبة في حق هذا المحسن، فمازال غنبقاو نشوفوا هذه المسائل، مازال كنشوفوا الجرائم تلو الأخرى. فاحنا ما بغيناش هادشي يستمر في بلادنا العزيز، بلادنا اللي صراحة مجموعة من الدول كيحسدونا عليها، كيحسدونا على بلادنا الخيرات، كيحسدونا على الأمن والأمان، كيحسدونا بزاف المسائل، ولكن كتجي شي حاجة اللي كتخرب لنا هاد المسؤول، كتعطي صورة مغايرة ديك الصورة اللي كنصوروها اللي كنعطيوها الوجه الحقيقي ديال المغرب. فالله يرحمه والله يصبر الأم ديالو المكلومة على فراقه. بغينا المخزن يكون ديما في عزيب الدرع، يكون دائما في ديك عزيب الدرع وقرية الشمس، يعني هاد الأحياء دائما يعني بعد ما أعطى سيدنا التعليمات ديالو أنه يعني الفرقة الوطنية تقوم بالواجب، فالحمد لله ولينا كنشوفوا الدوريات كتدور في هاد الأحياء. ديما كيكون هاد الأحياء اللي ديما كيكون فيهم صداع في هاد البلايص، فالله غيدير التاويل ديال الخير. وإيمان ومريم كيتعرضوا للتهديدات المستمرة، وهادشي دائما كنشوفوه وخرجوا بواحد يعني بواحد الفيديوهات وفي المباشر وأكدوا هاد الخبر، وكيطالبوا وكيناجدوا السلطات أنهم تحميهم. فالحمد لله احنا عندنا الأمن ديالنا، عندنا الأمن ديالنا صراحة من أحسن يعني الفرق الوطنية في العالم، وهادشي مشهود ليه، وهادشي يعني كتعترف يعني الدول العظمى كيعترفوا بالمغرب، الولايات المتحدة المغربية اللي كيعترفوا بالدور المغربي، وحتى الدول الأوروبية اللي كيعترفوا بالدور المغربي في محاربة مجموعة من هذه الآفات. فما بالك أنهم يعني هادشي غيجيهم ساهل صراحة، وإنما كنطالبوا القضاء أنهم يضربوا بيد من حديد في هاد الناس، هاد المواني الفعلة اللي كيقوم بهاد الفعل، ومازال كتنتشر شي، مازال كنشوفوا يوم على يوم هاد المسائل كنسمعوها في بلادنا العزيز. فعلى أين فألف تحية
لأختنا مريم والأخت إيمان على هاد التضحيات اللي ضحاو بالشاب زهير. الدم زهير الله يرحمه راه في عروقنا كيجري، فاحنا عندنا ثقة في القانون المغربي والقضاء غينصفنا حنا جميعا، ينصفنا جميعا، حتى كذلك غينصف العائلة ديال زهير والأم ديالو المكلومة اللي هي مازال أخوتي طريحة الفراش، يعني مفقوصة من جهة يعني الابن ديالها اللي مشى غير هكا، ومازال كتفكر ديك الفيديو الطريقة البشعة اللي مشى فيها ولدها، وعارفة شنو يعني عارفة الابن ديالها شنو كيسوى، لأن هي مربياه وعارفة الأخلاق ديالو وهادشي كامل، كذلك بشهادة الأب ديالو على الطيف اللي كيقطم بالطيار الإيطالية، واللي خرج صراحة بواحد الفيديو مؤثر وكيحاول أنه يبين مجموعة من الحقائق بخصوص مجموعة من هذوك الأصدقاء ديال محسن، واللي مازال ما تمكناش يعني الفرقة الوطنية من القبض عليهم بعد ما استدعوا هذاك السيكليس، ولجميع الشهود يعني الشهود كيأكدوا أن هذاك السيكليس عنده يد فهادشي كامل وهو اللي صيفط لهم هذوك السيوف. ولكن كنتمنوا أن الفرقة الوطنية تعيد النظر مع هذا السيد لأنه هو المدبر لهادشي كامل. صراحة كنتمنوا أن هذا القانون المغربي والقضاء المغربي يحقق لنا الحكم الصارم اللي غيبرد لنا الحريق اللي في قلوبنا، جريمتان وقعت، جريمة الأخت زهير اللي ما خلوهاش في حالها واللي لوتوا السمعة ديالها صراحة. فاحنا ماشي احنا بعد ما خرجنا مجموعة من الفيديوهات واللي كنا أكدنا أن الأخت ديالو هي السبب الرئيسي في هادشي كامل، ولكن بعد ما يعني بعد مرور من الوقت ولينا كتضح لنا مجموعة من الأشياء اللي هي أن الحقد والكراهية هم السبب الرئيسي من هادشي كامل. أما الأخت زهير ربما أنها غير مشات في الطريق، مشات في هاد يعني مشات في واحد في هاد الواد. وكنتمنوا إخواني أخوات كذلك أن السلطات يعني تزيد تعمق هاد القضية، لأن هاد التهديدات اللي كنشوفو مازال كنشوفوها ومازال كنشهدوها، ومازال الناس اللي كيتعرضوا لهاد التهديدات خاصة هاد مريم والأخت يعني إيمان عمة زهير. هادشي أخوتي يعني كيبان لنا صراحة مازال هاد الناس هاد المولين فعلا كيتشجعوا وكيمشيو يهدوا هاد الناس، فهذا صراحة كيحز في نفوسنا. وكنتمنوا من السلطات أن تسارع يعني تسرع شوية وتمشي تقبض على هاد الناس، لأن هناك أدلة دامغة في حق هؤلاء لأنهم كيحاولوا يخوفوا هاد الناس المواطنين، وكيحاولوا أنهم يشجعوا على هاد الجرائم، هذا تشجيع لهاد الجرائم، لأننا ولينا كنشوفوا الآونة الأخيرة يعني مجموعة من الجرائم كتوقع في المغرب في بلادنا، ولكن الحمد لله راه السلطات راه قايمة بالواجب، وإن شاء الله القانون المغربي يعني في القضاء يحاول يبدل مجموعة من القرارات بخصوص هاد الجرائم اللي ولينا كنسمعوها. كنتمنى إخواني أخواتي أنكم تعملوا لايك والبرتاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا لما هو جديد. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.